دكتور عادل، اجل حضرتك في السياسات والاعداد وفتره الاعداد والاستعداد لبطوله العالم، وكيف تاهلنا لهذه البطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاتحاد رسم السياسه بالنسبه لهذا الفريق على اساس ان في بطوله عالم وفي باريس في 2024 البطوله البارالمبيه الدوليه، فكان لازم نعبر الاول في بطوله العالم. بدا معسكرات الاعداد بالنسبه اهم ازاي يا دكتور الاول؟ هل ببطوله افريقيا ولا التاهل اللي بيقدم بيشارك على طول؟ لا، ده هو انت بتروح البطوله دي علشان تتاهل، وان ما تاهلتش تبقى في بطوله افريقيه بعديها. لا، البطوله العالم ليها مباريات للتاهل ليها، ولا انت يعني لعبنا ماتشات قبل بطوله العالم مثلا تصفيات عشان نروح بطوله العالم، ولا اشتركنا على طول؟ لا، ما انا بقول لسيادتك اهو بطوله افريقيا. بطوله افريقيا تمام، كان في بطوله افريقيا الاول. بطوله افريقيا هي المؤهله افريقيا على تطلع على بطولة العالم. ممتاز، الحمد لله هم تأهلوا، الحمد لله، ورحنا بطولة العالم. بدأنا من هذا الحين للتخطيط لهذه البطولة، تمام، وتم الإعداد ليها الحمد لله، واتعملت المعسكرات بالنسبة للاعبين، وحسب الأمور الفنية وعلى حسب الأمور المالية التي تصاحب هذه الإمكانيات. تم تعيين الاستاذ الكابتن محمد رؤوف، وفي برضه معاه الكابتن محمد بشير، بس هو ما قدرش يجي النهارده. كل التحيه طبعا لمركز الفني. كل التحيه طبعا. وبناء على ذلك تم الاعداد لهذه. بداتوا معسكر النهائي للبطوله قبل البطوله بكام يوم؟ يعني بشهر. كان داخلي، كان في معسكر الاول في مرسى مطروح، وبعديها في معسكر ليه؟ لان ما كانش في اماكن في المركز الاولمبي. نعم. الاماكن مزدحمه جدا طبعاً. والفرق كلها متاهله ورايحه بطولات عشان تتاهل لبطولات العالم. نعم. فاضطرينا نروح معسكرات مع المعسكر يبقى في راس البر، على اساس راس البر خلي بالك دي مدينه رياضيه بتخضع لوزاره الشباب والرياضه. فعلا كويس، ممتازه جدا. وعملنا المعسكر هناك، وبعد كده لما لقينا في فرصه للمركز الاولمبي في اماكن فضلت، لان بدات الفرق تسافر طبعا بتشارك، نقلنا المركز الزومبي. من يوم ما فضى بدانا نتاهل في المركز الزومبي. طبعا المركز الزومبي هيبقى فيه امكانيات اكتر طبعا، الجيم وكل الامور دي كلها، وبعدين والاوتيل في قلب الملاعب. ايوه، الصالات والاوتيل كمان نفس جنب بعضيه. فبناء على ذلك اتاهلنا الحمد لله، اتاهلنا وبدانا يعني الاعداد وفتره الاعداد، والامور كانت ماشيه كويس جدا. سافرنا على البوسنه وهرسك على طول يا دكتور. على طول، ما فيش مباراه. حاولنا نعمل اعداد معسكر. ايوه، حاولنا في بلدين، في بلد المانيا وفي البوسنه والهرسك. نعم. فوجئنا في المانيا قال لك لا، البوسنه، لان كله برضو بيستعد عايز البطولة. يروح للبطوله، مش عايزينكم تشوفوهم. لا، قال لك لا، دي مرفوض. طيب النقطه الثانيه، لجأنا البوسنه والهرسك وبعتنا لهم، قلنا لهم احنا عايزين نعمل عندكم معسكر على اساس نسافر قبلنا باسبوع للبطوله. الرد كان ايه؟ الرد كان في الميزانيات مرتفعه جدا. التكلفه كانت التكلفه احنا فوجئنا الحقيقه بالتكلفه كانت مرتفعه جدا. فاذا دلوقتي احنا رايحين بطوله عالم، بطوله عالم مكلفه طبعا، وفتره من 1/12 من 1 لا بصراحه. فعلشان كده قلنا لا، يبقى احنا هنتجه، وخصوصا ان اللعيبه عندنا الحمد لله خبرتهم عاليه جدا، لما لهم من مستوى عالي جدا. فبناء على ذلك سافرنا متجهين الى البوسنه الحمد لله. ربنا الحمد لله اخر كرم.